حياتك غالية عليكي، اخرجي من بيتك أفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود. ليه؟ هيشوفك اللي ريقه بيجري وما معهوش، هيدبحك. يلا خليه يدبحك. أفا يتبحك اللي ريقه بيجري؟ ايه ده يا مولانا، هو ده مش اتهام للرجاله بالشهوانيه برضو؟ هو الدين بيقول نتهم بعض بالباطل؟ هو مين قال ان نيره اتقتلت في المنصوره عشان ماشيه بشعرها؟ ولا مين قال ان المتهم كان قاعد في الشارع منتظر اي واحده ماشيه من غير حجاب عشان يتبحها؟ هو مش معنى الكلام ده ان احنا عايشين في غابه كل واحد يقضي شهوته بطريقته؟ سيب المهفهف على الخدود يطير والبس محزق، هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك. عمر الدين ما كان بالمظهر، وياما رجاله بدقون وستات بقفف زي ما انت بتوصف، وكانوا بيقولوا لنا قال الله وقال الرسول، لكن قتلوا اهالينا وشبابنا وحرقوا جوامعنا وكنايسنا. هو ده بقى الدين؟ ولا دول هما مثلا الامه الناجيه عشان واخدين الشكل وسايبين الجوهر؟ المراه، البنيه، الفتاه تتحجب عشان تعيش. الكلام ده ببساطة ذبح نيرة تاني وأذى المصريين واتهمهم إنهم لا عندهم شرف ولا نخوة. المشكلة إن في موتورين ممكن يستشهدوا بالكلام ده ويترجموه لأفعال إجرامية، بالظبط زي الفكر الداعشي اللي بيغسل الأدمغة ويزيف الحقائق. لم أبرر عدم الحجاب بالقتل بعدم الحجاب. إيه اللي أنا بسمعه ده؟ إيه اللي بشوفه ده؟ واحد اطلع على اللي أنا قدمته وفهم خطأ، الباقي ياخد منه؟ طب ما ترجع لكلام الدكتور. ما هو المشكلة إننا رجعنا وشوفنا بنفسنا، ورغم كده نسمع تبريرات، أصل الكلام مكتسب، أصل ما قلتش، أصل ما حرضتش. بالمناسبة الطلقة اللي بتخرج ما بترجعش تاني، ليه المرأة دايماً هي السبب؟ ما يمكن في مرة يكون الراجل ما عندوش دين؟ ليه الاستضعاف المستمر والترصد المتكرر بالمرأة رغم إنها العمود اللي شايل الحمل والهم؟ الست المصرية أشرف من الشرف، والراجل المصري شهم وبيخاف على بنت بلده زي ما بيخاف على أهله. ده حتى دار الإفتاء قفلت الكلام في الموضوع ده وقالت إن ربط الجرائم دي بترك الحجاب فتنة. الخلاصة إن اللي شفناه في المنصورة ده استثناء وما ينفعش نصوره على إنه الأصل في المجتمع. يا شيخ، مش أنتوا اللي قلتولنا برضو إن الكل قاعدة شواذ؟ المهم في الموضوع ده إن كرامة المصريين خط أحمر، واللي غلط هيتحاسب.